إلى اعتقاد. قال الإمام الكاظم عليه السلام: اللهم وقد أصبحت في يومي هذا لا ثقة لي ولا مفزع ولا ملجأ ولا ملتجأ غير من توسلت بهم إليك من آل رسولك صلى الله عليه وآله، علي أمير المؤمنين وسيدتي فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة من ولدهم والحجة المستورة من ذريتهم المرجو للأمة من بعدهم وخيرتك عليه وعليهم السلام.